الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء اقتصاديون عن حجم المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظة خلال الربع الأول من عام 2024، وأوضح الخبراء أن المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي توزعت بين محافظة البصرة بواقع 144 مليار دينار، ونينوى بواقع 134 مليار دينار، وبغداد بواقع 154 مليار دينار. وأوضح الخبراء أن المحافظات قد استلمت 16.5% فقط من التخصيصات الاستثمارية المستحقة لها والمدرجة في الموازنة الثلاثية المعطلة حالياً بسبب تأخر وصول الجداول من الحكومة إلى البرلمان، مبينين أنه يعد أهم الأسباب في تأخر وتلكؤ وتنفيذ المشاريع في المحافظات. أكد صندوق النقد الدولي حاجة العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطات المالية، وشدد الصندوق على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظراً للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وأكد أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية هي أمور أساسية لضبط دعم الأوضاع المالية العامة، ومن المهم أيضاً الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد. سجل خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة مع اتجاه خام برنت إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و93 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 65 سنتا بما يعادل 0.80%، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و43 سنتا. وسجل أيضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت دولارا وواحدا وعشرين سنتا أو ما يعادل 1.79%. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين احتلوا المرتبة السابعة بين أكثر الدول شراء للعقارات التركية خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 50.3% في شهر نيسان مقارنة بشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 1272 شقة، وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن في نيسان إلى 1.7%، مضيفة أن المحافظات التي لديها أكبر كانت عدد من المبيعات للأجانب هي أنطاليا بواقع 454، وأسطنبول بواقع 407، ومرسين بواقع 194 على التوالي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.